عدم شهود الحقيقة ومحاولة لسرد حكايات مشوهة لا يمكن للعاقل أن يصدقها أو أن تصيبه الحيرة حول واقع هذه المجازر. سجل طويل للاحتلال الإسرائيلي لإسكات الصوت وتعتيم المشهد داخل فلسطين وقطاع غزة، واستهداف للصحفي والمصور والموثق وناقل الخبر، وبغض النظر عن عمره وفئته وحالته، إسرائيل تقتل الجميع، والدم لون اعتاد سكان غزة أن يشاهدوه كل يوم. الأحمر هنا بات لوناً باذخاً، والأكفان حلة بيضاء يزف فيها الشهداء على امتداد بصر العالم وخذلانه وجبروته. شهد قطاع غزة ليالي عنيفة إثر عمليات قصف مكثفة وسلسلة غارات استهدفت منازل مأهولة دون سابق إنذار، مدمرة إياها على رؤوس ساكنيها، وأخرجت 12 مستشفى عن الخدمة وسط انهيار في القطاع الصحي وانقطاع الوقود. وبيت قال عنه جيش الاحتلال انه مكان آمن وجاءوا إليه، لكن الموت لحقهم والاستهداف لحقهم والغارات لحقهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. الغارات الجوية الإسرائيلية خلفت خلال الساعات الأخيرة قرابة 50 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، من بينها عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، وعائلات أخرى فقدت 25 من أفرادها، وأصيب العشرات في غارات على منطقة اليرموك في مدينة غزة. عدد كبير من الأبرياء معظمهم أطفال ونساء عالق تحت الأنقاض، ويصعب إخراجهم لشح ونقص الإمكانيات والأليات. وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو استعداد إسرائيل للتوغل البري في غزة، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل ذلك، ريثما تتمكن الأخيرة من وضع أنظمة دفاع مضادة للصواريخ في المنطقة لحماية جنودها. نيران الاحتلال الإسرائيلي لا تكف عن حصد الصحفيين، فقد كشف استشهاد 13 صحفياً وإصابة آخرين خلال الفترة الأخيرة سجلاً طويلاً من القتل الممنهج الذي يستهدف به الاحتلال الصحفيين ومقار عملهم في إطار يوصف بأنه نمط فتاك مستمر منذ عقود. سجل الاحتلال الإسرائيلي يزخر باعتداءات ممنهجة على الصحفيين والعاملين في مجال الأعلام، راح ضحيتها قبل عملية طوفان الأقصى ما يزيد عن 46 صحفياً، بينما تعرض أكثر من 144 صحفياً فلسطينياً وأجنبياً لاعتداءات جيش الاحتلال خلال تغطيتهم الأحداث خلال السنوات ما بين 2018 و2022 بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.